السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 22 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن باب الجهالة، وذكرنا لكم أن الجهل كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن الجهل على قسمين: جهل بأمر لا يقوم دين المرء إلا به، كالجهل في أحكام الطهارة والصلاة والحج والعمرة لمن يريد أن يقوم بهما في العمر مرة واحدة أو يكرر أداءهما، وكذلك الجهل في أحكام النكاح لمن هو متزوج، والجهل في أحكام البيع والشراء لمن يبيع ويشتري ونحو ذلك. فإذا جهل المرء من دينه ما لا يسعه جهله وما لا يقوم دين المرء إلا به، فإن هذا من الكبائر. وجهل ببقية أمور الدين التي لا يحتاجها المرء احتياجا مباشرا في اعتقاده وعمله، هذا الجهل الثاني هو جهل لا بأس به ولا يأثم المرء عليه، لكن لا بد أن يقوم من أهل العلم من يكفي بتعلم العلم الشرعي ليرفعون الجهل عن الأمة. فالعلم حينئذ على قسمين: قسم يكون علما بما لا يسع المرء جهله، بما لا يسع المرء جهله، وهذا فرض عين على المسلم، والجهل به كبيرة من كبائر الذنوب. والعلم الثاني علم ببقية أمور الدين، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذكرنا لكم حينها أن الجهل قد يصل بالمرء إلى النفاق، لقوله تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقد يصل بالمرء إلى الكفر إن صاحبه الإعراض، لقوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قد ذكرت لكم حينها أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في كتابه نواقض الإسلام ناقضا خطيرا، وهو الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا من الجهل المصاحب للإعراض. ذكرت لكم حينها أيها الإخوة أن العلماء أفضل من العباد، ويسبقون عباد الله تبارك وتعالى سبقا كبيرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني انظر إلى البون الشاسع في فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى هذه الأمة: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لماذا كان أهل العلم يسبقون العباد وبقية الأمة هذا السبق العظيم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمعرفة ذلك علينا أن نعلم أولا أن العلم طلبه وتعليمه من قبيل الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم الجهادين. الجهاد بالسيف عظيم، وأعظم منه الجهاد بالعلم بطلبه وتعليمه. ما الدليل على أن طلب العلم جهاد؟ الدليل أن الله تبارك وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النفير يكون في الجهاد، أليس كذلك؟ ولا يكون في غير الجهاد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، صح ولا لا؟ ومع ذلك سمى الله تبارك وتعالى هنا الفئة النافرة لطلب العلم نافرة، أليس كذلك؟
سماه نفيرا فكان هذا أيضا جهادا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهو أعظم من جهاد السيف كما ذكرت لكم. ولذلك ينقل عن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كلمة عظيمة وهي حقيقة في المعنى عميقة، قال: الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. الذي يريد أن يجاهد فيموت في سبيل الله قد لا يأخذ منه الأمر لحظات أو ساعات أو أيام ثم يقتل ويموت، أليس كذلك؟ لكن العالم يجاهد في طلب العلم سنين، ثم يجاهد في تعليم العلم وإيصال رسالة الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ فيعيش عمره كله جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وينقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات، وقد ذكرت هذا الأمر لأحد كبار تلاميذه فقال: غالبا لا يصل إلى 4 ساعات، يعني ينام في اليوم أقل أيضا من 4 ساعات. جهاد في سبيل الله، جهاد. انظروا كيف كان يجاهد رحمه الله تعالى. وهكذا أهل العلم يجاهدون في طلب العلم، يجاهدون في تعليمه، يجاهدون في الدعوة إليه، يجاهدون في الصبر على أذى الناس، يجاهدون جهادا عظيما في ذلك. ثم اعلم أيها الأخ المسلم أن العلم حقيقته هو ما أورثك الخشية. العلم ليس هو معلومات، العلم هو ما أورثك الخشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال مسروق رحمه الله: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعمله، كما جاء ذلك في كتاب العلم لأبي خيثمة. ودائما ما يقرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الفقيه من يجمع بين العلم والعمل، الفقيه من يجمع بين العلم والعمل. وليس الفقيه هو من يعرف المعلومات الفقهية فقط، لا، إذا لم يصحب علمك عملك فلست بفقيه. ولذلك كان العالم كلما ازداد علما ازداد تواضعا وازداد عبادة. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح، قال: بعض طلاب العلم أجفى من الأعراب، لا عنده بشاشة ولا تسليم ولا تواضع، بل بعض الناس كلما ازداد علما يزداد كبرا والعياذ بالله. والعالم حقا، يعني هؤلاء ليسوا بأهل العلم، والعالم حقا هو الذي إذا ازداد علما ازداد تواضعا. ونحن قرأنا في أول الكتاب أو درسنا في أول الكتاب أن من أعظم الكبائر القلبية الكبر والعجب، وسبق بيان ذلك وشرحهما والفرق بينهما. فالعالم إذا كان ما يجتنب هذه الكبيرة لم يكن عالما حقا، وإنما العالم من كان إذا ازداد تواضعا ازداد علما ازداد تواضعا. ومن جميل ما ينقل عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال، وتأملوا هذه الكلمة، قال: إنه ليعجبني من القراء. من القراء؟ الفقهاء. كان يطلق في ذلك الزمن على الفقهاء القراء بخلاف ما يطلق عليه في هذا الزمن. قال: إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك، كل طلق مضحاك، طلق الوجه، بشوش الوجه ومضحاك. فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في القراء مثله، لأنه ما استفاد من علمه. وإنما العالم إذا ازداد علما ازداد تواضعا. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. طيب، نأتي إلى نقطة مهمة وهي: لماذا يسبق العالم؟ لماذا دائما العالم يسبق؟ العالم يسبق غيره لأنه يعرف أيسر الطرق وأقربها إلى رضا المولى سبحانه وتعالى وأقربها إلى رفعة الدرجات، فيذهب إليها مباشرة دون الجاهل. ولذلك فإن العالم يتقرب إلى مولاه بتكثير عمله فيما يعظم أجره، بخلاف العابد، بخلاف العابد فإنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطرق عديدة، لكن قد يكون بعضها عظيم الأجر وقد يكون بعضها قليل الأجر. حتى أن العالم إذا أراد أن يقوم بعمل معين عدد لأجله النية فيزداد معه أجره، فيزداد معه أجره، بخلاف العابد أو الجاهل فإنه يقوم بعمل واحد بنية واحدة فيأخذ أجرا
واحدا. سأضرب لذلك مثالا حتى يتضح لكم كيف أن أهل العلم يحصلون على أجور عظيمة بأعمال يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع الله عنه أضله الله في ظله وجاء عند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. والحديث صححه الألباني وغيره. فيأتي العالم ويقرض من حوله قرضا حسنا، بل لا يرد من يريد القرض إذا كان العالم ذا سعة من مال، فيقرض هذا ويقرض هذا ويقرض هذا، فإذا طلب سداد دينه ووجد الطرف الثاني معسرا أنظره فيظله الله في ظله. انظروا إلى هذا الأجر العظيم، يعلم العالم ذلك فينوي ذلك وينظره فيحصل على هذا الأجر العظيم. ثم يعلم العالم أن إنظاره للمعسر قبل حلول الأجل يكون له بمثل ماله عن كل يوم صدقة، عن كل يوم صدقة. يعني تقرض إنسان 1000 ريال، كل يوم يمر على هذه 1000 لك بمثل هذه 1000 صدقة، ومع ذلك هذه 1000 موجودة عند هذا الشخص سيسددك إياها لاحقا. فإذا حل الأجل كان لك عن كل يوم بمثله، يعني 2000 ريال صدقة عن كل يوم، فضل من الله عظيم. فيأتي العالم فيستغل هذا الأمر ويكثر حسناته من هذه الناحية. إذن يعرف العالم، يعرف العالم متى وكيف وأين يحصل على الأجر العظيم، وبذلك يسبق. واعلموا أيها الإخوة أن العلماء ملوك متربعون على عروش لا يمكن لأحد أن ينازعهم إياها، فتلك العروش أين؟ في صدورهم. تلك العروش في صدورهم، وحالهم كما صوره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يعني جنة الإيمان والعلم. وقال لي مرة، يعني شيخ الإسلام قال لابن القيم مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. شف الملك الذي تربع على عرش ما يمكن أحد يسلبه منه. أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، وإن حبسي خلوة، خلوة بالله جل وعلا وبالعلم الذي في صدري، وإن قتلي شهادة، وإن إخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. إذن أهل العلم يتربعون على عروش في صدورهم، ويعلمون أي الأعمال أعظم أجرا فيتقربون إلى الله بها. يسمعون الأذان وهم يقرؤون القرآن، يعلمون أي ذلك أعظم أجرا، متابعة الأذان أو قراءة القرآن. يريد أن يتصدق، يعرف كيف تكون هذه الصدقة أعظم عند الله تبارك وتعالى أجرا. كذلك في المقابل أهل العلم يعون أي الحرام أخطر، فيعلمون مثلا أن تحليل الحرام قد يصل إلى الكفر، بينما الوقوع في فعله أهون من ذلك. فمن أحل الزنا مثلا، من أحل الزنا وزعم أنه حلال كافر وإن لم يزني، ومن كان يزني طيلة حياته ويعلم أن الزنا محرم لا يكفر، بل هو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أهل العلم يعلمون خطر الكبر والعجب ولذلك يبتعدون عنه، لكن تجد أكثر الناس يقعون في هذا. أهل العلم مثلا يعون خطر النميمة والغيبة ولا يقعون فيهما، يعون خطر اللعن ولا يقعون فيهما، لكن تجد عندهم ذنوب أخرى يسيرة، وكل ابن آدم خطاء. لكن هذا الفرق بين العالم وبين العابد أو الجاهل. العابد أو الجاهل يقع في ذنوب يراها يسيرة،
لكنها عند الله عظيمة، بينما العالم لا يبتعد عن هذه الأمور، ولذلك فهم يحذرون من الكبائر والمكفرات وإن وقعوا في شيء من الذنب، فالذنب لا يعصم عنه أحد. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في الشعب وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فأهل العلم يقعون في ذنوب لكنها إن شاء الله أنها يسيرة، وإن وقعوا في شيء من الكبائر تابعوا ذلك بالاستغفار مباشرة، ولا يوسوس لهم الشيطان بأن توبتهم لا تقبل وبأن استغفارهم لا يقبل وبأن أعمالهم لا تقبل. لا، يعرفون مداخل الشيطان فيجتنبونها، ولذلك كان أهل العلم يسبقون العباد وأهل الجهل بمراحل كبيرة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا نعلم حينئذ مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.